أخبار اليوم. Dear students, now we will try to answer question number 3 in the exam. And this question is about choosing the correct answer from A and B, C and D. As I mentioned before, كما ذكرت من قبل, that if you want to answer these questions, you have to understand what is grammar, the structure, and also the vocabulary. يعني لازم تفهم أول الكلمات قوي في نفس الوقت تفهم القواعد. لأن المجموعة من 16 سؤال اللي بيجي لك في الامتحان دولة هي مجموعة من الأسئلة اللي بتتحدث عن الحصيلة اللغوية عندك الكلام والفوكابلر الحصيلة اللغوية أنت عارف الكلمة دي معناها إيه؟ وفي نفس الوقت at the same time check or test your understanding of English structure. بتختبر قدرتك على فهمك لقواعد اللغة الإنجليزية. Now let us see question number one. Number one, space tourists may suffer from the same side effects as astronauts, astrophysicists, astrologers, astronomers. طبعا كلام هتحس ان الكلام جامد شوية. Astronomers, astrologers, astronauts, كده. لكن في نفس الوقت انت بتتكلم على space. Space يعني ايه هنا؟ ها؟ يعني معناها الفضاء. يبقى السائحين بتوع الفضاء ربما بيعانوا من بعض السايد افكتس اللي هي الاثار الجانبيه. زي مين؟ الاسترونوتس، استروفيزيست، استرولوجرز، اند استرونومرز. كل واحده ده علماء الفلك، علماء التنجيم، الكلام دوت لازم تعرف ان الاسترونوت اللي هو معناها رائد فضاء. رائد فضاء. يبقى الإجابة هنا هتبقى astronauts. طيب مع بعض كده نشوف maybe when I use wish, maybe in the present, maybe in the past, maybe in the future. يعني لما بستخدم قاعدة wish ممكن تبقى في المضارع. يعني أنا بتمنى حاجة الوقت في المضارع. ممكن كنت بتمنى حاجة فين؟ in the past. ممكن بتمنى حاجة in the future في المستقبل. طيب يا ربي ده بتقول لك at the weekend. خلاص هي بتتمنى فين في الويك اند. طيب يبقى الإجابة بتاعتك دي يا ترى present simple. Yes, it is present simple. But in negative, yes, it's in negative. يعني منفية منفية. طيب what is your answer? Didn't spend, هدى wishes. Didn't spend, she didn't spend, إن هي ما صرفتش فلوسها في الويك إند. ولا doesn't spend في الويك إند. ولا hasn't spent at the weekend. ولا hadn't spent. كل ده بقى في الماضي. ماشي ان هي ما كانتش صرفت فلوسها كلها فين؟ في اجازه نهايه مين؟ الاسبوع. طبعا انت لما تشوف حاجه زي كده دي ماضي خلاص كده؟ طب مين اللي بيدل هنا على الماضي؟ doesn't؟ wrong. طب hasn't spent the present perfect اللي جابه عندي ده. طب hadn't spent ده ماضي بس ده ماضي تام. ماضي تام خلاص؟ دي حاجه ثانيه خالص. لكن فين هو نفي الماضي البسيط؟ We didn't spend. يبقى إجابتك هتبقى هدى wishes she didn't spend all her money at the weekend. Understandable? مفهوم؟ ها؟ Move to the question number 3. يلا بينا نروح على question number 3. They have just received this photo as an email. The people who use the internet, who use the Facebook, who use emails.
there is something we always call it attachment. واحدة يقول لي attachment يعني يعني ده معناها مرفق ملحق معاه يعني أنا بكتب له إيميل بس عايز أبعت له صورة مع الإيميل أبعتها له كده على طول لا خلي بالك إن دي حاجة بسيطة جدا بقت كومن لكل الناس اللي فاهمة أنا هقول هبعت لك الملف الفلاني طيب هبعت لك الفايل الفلاني هبعت لك الصورة الفلانية هبعت لك مش عارف الريكوست الفلاني يس يبقى إزاي have just received this photo as an email attachment يبقى الإجابة بتاعتك attachment يعني مرفق أو ملحق لكن بوست ملهاش دعوة علاقة خالص لأن ده معناه البريد letter خلاص هو الإيميل أصلا زي الليتر فده ما ينفعش خالص part جزء من الإيميل ما ينفعش خالص إنه بيتكلم على photo picture صورة as an email attachment Now let's move to question number four. I think one day every new book space as an e-book. عارفين الe-book؟ عزيز الطالب خلي بالك ان احنا دلوقتي في عصر التكنولوجي فاستخدام كلمة e دلوقتي اختصار لكلمة electronic. يعني ايه electronic؟ يعني عندي electronic mail. ما بنسموهش إلكترونيك ميل نسميه إيميل خلاص؟ طب عندنا إلكترونيك بوك كتاب إلكتروني ما نسموهش إلكترونيك بوك نكتبه كده نقول نختصره إي بوك كتاب إلكتروني عندنا إلكترونيك جروب مجموعة إلكترونية يبقى إي جروب أو إي ليست أو قائمة إلكترونية فطبعا هنا لما بنقول I think one day every new book will publish as a new as an e-book or is published will be published is publishing يا راجل يا راجل ده العملية سهلة جدا يبقى انت هنا لما تيجي تجاوب على حاجة على سؤال نمبر 4 something will happen in the future and حاجة تحصل في المستقبل فين هنا اللي هيحصل في المستقبل yes I have two answers one is called number A And the second number C. Yes? But one is future symbol. يعني واحد مستقبل بسيط. And one is will be published when we call it future perfect. يعني مستقبل هيتم. طيب ده الراجل بيقول لك I think one day every new book as an email. That is something will happen in the future. شيء هيحصل في المستقبل. But will be a real. يحصل يبقى حقيقة إذا if كان هيبقى قريب يبقى what will my answer it is present it is future will be published يعني معناها اللي هو هيتم نشره okay and this is something maybe it's very important when say will be published لكن هنا will publish تبقى future simple وفي نفس الوقت النمبر 4 دي الجمله خلي بالك ان هي في مين الباسيف يعني الباسيف يعني في المجهول خلاص كده مين اللي هينشر الكتب الالكترونيه ديت اي دونت نو هي didn't mention it ولذلك الجمله ديت معناها مستقبل هيتم لكن مين اللي هيعمله الدور اللي هو الفاعل نفسه مش معروف unknown okay Number five, William Shakespeare and Norman Ashour. Do you know Norman Ashour? Norman Ashour is, كان بيكتب حاجات plays, مسرحيات. كاتب مشهور. Are famous lawyers, playwrights, players, plays. طبعا ممكن بعض الطلبة تعرفش نعمان عاشور. أنا عارف إن في طلبة كتير ما تعرف. لكن تعرف William Shakespeare. So if it's you know William Shakespeare and Norman Ashour, so they are not lawyers. بش محامين ولا players. Players ملهاش دعوة. طب يبقى عندي إيه؟ So my answer number B, playwrights. And when I say playwrights, it means a person who writes plays. كاتب مسرحي. كاتب مسرحي. يعني بيكتب plays. بيكتب مسرح. It's not an author only, but he plays, writes.
let's move to quickly to question number six. When we say millions of people attended the space of the President Gamal Abdel Nasser after he died. ملايين من الناس حضروا نقط الرئيس جمال عبد الناصر بعد وفاته. Event هو كان event هو كان conference ولا ايه؟ لا طبعا. Lifestyle attended lifestyle is it suitable to this question? No. Fight? No. Funeral? Yes. So what is funeral? Now, dear students, we will move to question number seven. And the question number seven is about the car stopped because there was space in the petrol tank. السيارة وقفت لأن كان في إيه في خزان البترول. Peak, peak, leak, lake. هتلاقي الأربعة تحس كده ان فيهم تشابه كده في النطق، لكن طبعا هم غير متشابهين فين؟ مش سيميلر في البرونسيشن في النطق. طبعا لما يكون العربيه وقفت علشان في حاجه في خزان، خزان يبقى اكيد فيه ايه؟ يبقى اكيد فيه لاكج، لاكج يعني معناها ايه؟ تسرب. يبقى كلمه ليك. اما كلمه ليك اللي انت شايفها دي معناها بحيره. وبيك يعني معناها الذره. يعني الذره يقول لك في ذره الوقت دلوقتي، في البيك دلوقتي، في الموسم يعني، ذره الموسم. فطبعا مختلفه خالص المعنى. Now number question number 8. Arab countries shouldn't be in space as they face the same challenges. Condition, confidence, harmony, conflict. البلاد العربيه يجب ان هي نقط علشان ما بتواجه نفس التحديات. طبعا انت لما بتيجي بتبص على نمبر 8 زي كده طبعا بي ان كونفليكت. ليه كونفليكت؟ لان معناها ما تكونش في صراع بينهم لان هم في مصير واحد وبيقابلوا نفس التحديات. نمبر 9 a good director is one who not his employees effort. طبعا المدير الجيد دايما هو اللي بيهمل جهود الموظفين. لا طبعا دي خطا. طيب degrades يعني بيقلل من مكانة الموظفين. لا طبعا communicates يعني بيتصل. لا طبعا كلمة appreciate اللي هي الصح لأنه هو بيقدر جهود الموظفين. Number 10 I traveled by train but I not by car. أنا سافرت بالقطار لكن not by car. By car هنا معناها إيه؟ اللي هي السيارة. طبعا الاجابه هنا لكن انا ممكن كنت ايه اسافر بالسياره تبقى might have traveled. طبعا لكن ما تقولش I could travel ولا might have traveled ولا can travel. Number 11 did you just see that؟ انت شفت الكلام دوت؟ the car not by a dog. عربيه مش عارف ايه الكلب. طبعا هنا لما تيجي هنا تقول was being driven. يعني ايه was being driven؟ يعني معناها في كلب بيسوقك. دي حاجة سربرايز، حاجة مفاجأة. Number 12 She asked my advice not subject she should study at university. طبعا هنا هناخد on what. ليه on what؟ لأن هي بتسألني عن إيه هي المواد أو المادة اللي هتدرسها في الجامعة. Number 13 If you not space to the party you would have a happy time with us there. لو كنت معانا كنت هتستمتع قوي بوقت حلو قوي يعني. او لو كنت حد دعاك. طبعا فيها كلها معاناها دعاك. لكن انا عايز اقول if you were invited. لو كنت انت حد جه لكن هو على فكره ما دعوهوش ولا حاجه. فده حاجه ما حصلتش اصلا. Number 14 the slower drivers travel the نقط the road accidents there will be. السواقين اللي بيسوقوا ابطا مش عارف ايه حوادث الطرق تبقى ايه؟ هتبقى ايه طبعا رقم 14 هتبقى طبعا اكيد ان في fewer. خلي بالك fewer ماشيه مع كلمه مين؟ ها؟ مع slower. خلاص؟ لكن لو قال هنا most يبقى هنا fewest. فدي مهمة جدا انك انت تتعرف على حاجة زي. Now we see
question number 15. In question number 15, in our social studies class, في الفصل الدراسات الاجتماعية, we had a big moment about whether women should be judges or not. Debate. يعني في الفصول بتاعتنا بيبقى عندنا حاجات كتيرة جدا بنتكلم فيها عن المرأة, هل هي تبقى قاضية أو لا؟ هل هي ديبيت ولا تيم ولا سسبكت ولا ماشي؟ لما نقعد نتكلم مع بعض كده ونعمل نعمل ايه؟ يقول لك انت عامل ديبيت قوي. يعني ديبيت ندوة, ها, في جدل كتير على الكلام ده. طبعا تيم هنا ما تنفعش خالص, ولا سسبكت ولا ماتش. يبقى طبعا كلمة ديبيت هي الإجابة الصحيحة لأنها اللي بتديني معنى الجدل أو الندوة على حق المرأة أن هي تبقى قاضية.